بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا تكامل إيوس إكس على جذر التربيع لواحد زائد إيوس إكس زائد إيوس اتنين إكس دي إكس. أول حاجة نشوف الجذر دون اللي هو واحد زائد إيوس إكس زائد إيوس اتنين إكس. هنعمله مربع كامل إزاي؟ أول حاجة عندي الواحد زائد أفتح قوس هاخد اي اس اكس زائد نص معامل اي اس اكس اللي هو نص كل تربيع. دي لما فكوا ادينا اي اس اتنين اكس زائد الاول في التاني في اتنين بي اس اكس زائد مربع الاول بربع. طيب يبقى انا عندي هنا زيادة في الربع ده، اعمل ايه؟ هقول جاي ضيفه باشارة مخالفة يبقى ناقص ربع. يبقى ديا هيساوي واحد ناقص ربع اللي هو التلات ارباع زائد اي اس اكس زائد نص لكل تربيع. طيب بعد كده ادور على التعويضة المناسبة. في الحالة ديا استخدم ساين ولا تان ولا سيك ولا ولا ولا. انا عندي الصورة بتاعتي اللي لازم احفظها اللي هي ساين زائد الكوزاين يساوي واحد. في الحالة دي انا عايز عدد زائد ساين او دالة مثلثية تانية. طيب دي هنا دالة مثلثية والدالة مثلثية ما ينفعش. نعمل ايه؟ اقول اسيمهم على كوزاين. يبقى عندي التان زائد الواحد واحد على كوزاين اللي هي سك تربيع اكس او سيتا. يبقى انا حولت دي تان زائد واحد يساوي سك اللي هي نفس الحالة دي اللي هي عدد زائد دالة مثلثية. يبقى في الحالة دي التعويضة بتاعتي لت اي اس اكس زائد نص اللي هو القوس اللي عندي دوا اللي هو اهي يساوي كام؟ اخد الجذر يبقى تلاتة جذر تلاتة على اتنين لمين؟ للتان سيتا. طيب نكمل بعد كده. لما اجي افضل هنا يبقى اي تفضل اي اس اكس بنفسها اي اس اكس دي اكس يساوي جذر تلاتة على اتنين تفضل التان بكام؟ بسك تربيع سيتا في دي سيتا. طيب نعوض عندي بقى في الاول هو المسألة كانت بتقول تكامل اي اس اكس على واحد زائد اي اس اكس زائد اي اس اتنين اكس دي اكس. اي اس اكس دي اكس اشيلها واحط مكانها اللي هي جذر تلاتة على اتنين سك تربيع سيتا دي سيتا على واحد زائد اللي هي كانت اللي انا عوضناها كانت بكام؟ كانت الجذر التربيعي لتلاتة على اربعة زائد اي اس اكس زائد نص الكل تربيع. قلنا هناخد دي بتلاتة على اربعة بتلاتة على اتنين تان سيتا يعني اربعها يبقى تلاتة على اربعة تان تربيع سيتا. اطلع التلاتة على اربعة برا يبقى واحد زائد تان تربيع سيتا.
دي هيساوي تكامل جذر 3/2 سيك تربيع سيتا دي سيتا على 3/4 تطلع برضو جذر 3/2 1+tan دي بسيك تربيع تطلع بقى تحت الجذر بسيك اختصر يبقى هيتساوي تكامل كام سيك سيتا دي سيتا تكامل السيك سيتا المفروض بكون حافظه او عارفه من كتر الحل اللي هو اللين سيك سيتا زائد تان سيتا طيب اجيب منين سيك والتاني لازم احولهم بدلالة الاكس هنعمل المثلث بتاعنا انا كنت واخد ايه تان سيتا تان ادي سيتا تان المقابل على الوتر اللي هي كانت اي اس اكس زائد نص وهنا جذر 3/2 اللي هي دي يبقى الوتر هيساوي اللي هو اي اس 2 اكس زائد اي اس اكس زائد 1 يبقى ده هيساوي اللين السيك اللي هي 1 على الكوزاين الكوزاين هنا بجذر 3 يبقى العكس يبقى الجذر اي اس 2 اكس زائد اي اس اكس زائد 1 اللي هي دي 1 على الكوزاين الكوزاين اللي هي المجاور على الوتر نولي يبقى الكوسيك المعكوس بتاعها على جذر 3/2 زائد التان اللي هي اي اس اكس زائد نص على جذر 3/2 زائد ثابت دي هختصرها تبقى احطها بسرعة احسن اتنين على جذر 3 في اي اس 2 اكس زائد اي اس اكس زائد 1 زائد اي اس اكس زائد دي في زائد ثابت اتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الفيديو ده واشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته